النهارده كلنا قرينا وسمعنا عن قائمه منتخب مصر وامم افريقيا 2022 في الكاميرون، بس في اسئله كتير جدا الواحد عايز يسالها. بعيد عن طارق حامد ليه ما انضمش، وليه طارق حامد بعيد عن المنتخب، وازاي تضم مروان حمدي والكلام ده. انا عايز اعرف دلوقتي مين اللي بيطلع القائمه دلوقتي. انا عايز افهم برضه، مدرب الدنيا كلها مقلوبه عليه، مدرب الجمهور ما بقاش على وفاق معاه بعد نهايه بطوله كاس العرب، تيجي انت مطلع القائمه تاني يوم بعد منتخب مصر ما خلص كاس العرب؟ ما هي دي حاجة برضو بالعقل. ما اعتقدش ان كارلوس كيروش راجل مصري وفاهم الشارع المصري كويس. فين بقى الناس اللي فاهم الشارع المصري؟ وفين دور المساعدين؟ يعني مساعدين بتوع جهاز فني. الدنيا شايطة وقايمة على الجهاز الفني. ما حدش بيدي اي نصايح، ما حدش بيقول اي حاجة. لا، بنسرب بس الاختيارات بتاعتنا، وبنسرب القائمة المبدئية بتاعتنا اللي فيها 40 لاعب ما فيهمش طارق حامد. الاربعين لاعب اللي فيهم طارق حامد دول، بالتالي هتحصل مشكله مع الراجل علشان خاطر طارق حامد، بالتالي هتحصل مشاكل كتيره جدا على اختيارات الراجل. ونقعد نبص كده بالعقل وبالمنطق، طب يا جماعه امم افريقيا هتتلعب في ميعادها ولا لا؟ يقول لك والله حتى الان الدنيا مش واضحه. طب امال انتوا بتلبسوا الراجل؟ انتوا بتلبسوا الراجل مع الشارع المصري؟ انتوا بتلبسوا الراجل مع الناس اللي مخنوقه منه وخدوا كرهوه اكتر؟ يا جماعه دي مش سياسه لاعلام محترم عايز منتخب مصر يرجع تاني. دي سياسه قذره لاعلام قذر مع مسؤولين فشله بيسربوا للمدير الفني اللي الشارع مقلوب عليه قايمه تخلي الشارع يتقلب عليه اكتر واكتر واكتر واكتر. ما معلش بقى، يعني لما تبقى شايف كاس العرب امبارح ومروان حمدي موجود، ومروان حمدي تصحى تاني يوم تلاقيه في القايمه المبدئيه لامم افريقيا 2022، ده انت تتجنن. وتقعد تبص في القايمه 40 لاعب ما فيهمش حسين فيصل، اللي انت كل شويه تدي مثال حسين فيصل حسين فيصل حسين فيصل حسين فيصل، ولقيت ناس جايه من بعيد تقول لك طب الشحات، طيب كهربا، طيب كذا 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 كذا. مش بدري قوي؟ مش بدري قوي القايمه اتسربت؟ ماشي كيروش مدرب على قده وافكاره غشيمه وما يعرفش فيها والكلام اللي انتوا عايزينه ده، بس مين اللي سرب؟ وده توقيت يعني تطلعوا فيه القايمه؟ ما هو يا جماعه الاداره اساس كل حاجه، وطالما احنا ما عندناش اداره يبقى ما نستناش اي حاجه. القصه مش قصه قايمه فيها الشناوي وفيها محمود جاد وفيها محمد فوزي وفيها محمود جاد وجبل وصبحي وفوزي والشناوي، معروف ان هو هيخلي الشناوي وهيخلي جبل وهيخلي كمان مع محمد صبحي زي ما كانوا موجودين في كاس العرب، معروف ان هو هيطير جاد وهيطير محمد فوزي الا لو اصابات حصلت. مش هنقعد احنا نقول قايمه ومش قايمه واصل والله مصطفى محمد ومحمد صلاح وكوكا والمحترفين عمر مرموش ودخل معاهم ابراهيم عادل ودخل عبد الله السعيد. طب حته فنيه بقى، انت ضحيت عشان طارق حامد عشان معدل الاعمار عالي. طب ما عبد الله السعيد اكبر لاعب في المنتخب، بناء على ايه عبد الله موجود وطارق مش موجود؟ شويه حاجات مريبه. بس انا مشكلتي مش مع القايمه، انا مشكلتي مع توقيت القايمه. انا واحد اهلاوي بس انا نفسي طارق حامد يكون موجود مع منتخب مصر. طارق ما ينفعش يشيل الليله اللي كان فيها محمد النني اللي كان فيها عبد الله السعيد وكان نص ملعب سايق، ما ينفعش انك تطلع طارق حامد افضلهم وتخلي النني يخلي عبد الله. ده معناه ان احنا بنهرج، بس معناه ان في حد بيهرج غير كارلوس كيروش هو اللي عايزنا نفضل مستمرين في نفس المهزله دي. انا بصراحه نفسي افهم، لو حد فاهم يا ريت يقول لي، لو حد برضه لسه عايز يرمي كل حاجه على كارلوس كيروش فالله يكون في عونكم بصراحه. هنتعب كلنا مع بعض الفترة الجاية والله، هنتعب والله مع قلة الانتماء اللي موجودين حتى بمسؤولين جهاز منتخب مصر، هنتعب والله مع كل الهري الكتير اللي علينا ده. كان الله في العون والله، كان الله في العون مروان داوود، كان الله في العون في كل 40 لاعب اللي اتقال عليهم واللي انت سمعتهم اساسهم مش محتاج ان انا افكرك بيهم. كان الله في العون. القصة مش قصة لعيبة، القصة مش قصة اختيارات، القصة قصص ابعد بكتير جدا من اللي انت متخيله. مدير فني، في ناس بتنخرب وراه، الناس اللي بتنخرب وراه دي هي اللي شغالة معانا. انت مستني ايه تاني؟